يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والأرجل البحرية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 19-12، الإسكندرية 18-10، مطروح 18-10، بورسعيد 19-12، الإسماعيلية 20-12، وإلى السويس 20-11، العريش 19-11، طابة 19-10، شرم الشيخ 24-15، والغردقة 24-14، وإلى الأقصر 24-10، أسوان 24-11، الوادي الجديد 23-8، شلاتين 26-16، وحلايب 23-17. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.